وداعا للكآبة. طبعا هي مرض العصر، وخاصة عندنا ببلادنا بلبنان الوضع الاقتصادي الوضع الأمني كل شيء عم يأثر سلبا علينا، وعم يؤدي للكآبة، عم يؤدي للتوتر إلى آخره. في إشبة عم تعطي نتائج كثير إيجابية، وأهم شيء ما بتؤدي إلى الإدمان، يعني نحن بنقدر ناخذها وبعدين فينا نوقف بس نتحسن أي وقت اللي بدنا إياه. هيدي الإشبة اسمها حشيشة القلب، سان جونز وور، قديس مار يوحنا، وكذلك الأمر اسمها اللاتيني هايبريكوم بيرفوراتوم. ما إلى أي مساوئ جانبية، أي شخص بيقدر يستعملها. في يأخذها كصبغ الأم، يعني بيأخذ 20 نقطة 3 مرات باليوم نيت مثل ما هي، أو بيأخذها مع أي سائل بحب يشربها. وكذلك الأمر في كبسولات من الهايبريكوم بيرفوراتوم سان جونز وور، الشخص بيقدر يأخذ حبة 3 مرات باليوم. هيدي النبتة بتطلع عنا بلبنان وخاصة بالجبال حد بحيرة اليموني، ما إلى أي مساوئ جانبية، الشخص بياخذها، ولحتى إذا كان عم ياخذ أي دواء لأي حالة مرضية بيعاني منها ما بتأثر على امتصاص الأدوية من الجهاز الهضمي على الكبد على الدم، وكذلك الأمر ما بتأثر على يعني الهاف لايف لهذه الأدوية الصيدلانية اللي موصوفة عن طريق الطبيب أبدا، وهي آمنة جدا وأي شخص الحقيقة بيقدر يستعملها.